understanding root kits. الروت كيتس هي مجموعة من البرامج بتقدر ان انت تحتفظ بصلاحيات الروت او الادمنستريتور، وبتقدر انت تخفي كل العمليات اللي حضرتك بتعملها. لو شفنا كلمة الروت كيتس هنلاقيها بتتقسم لجزئين، عندي روت وعندي كيتس. روت هو اليوزر اكاونت اللي ليه الفول بريفليج على اليونكس او اللينكس ماشين، اللي بيوزيه عندنا الادمنستريتور في الويندوز. اوكي كده، يبقى كلمة روت انت حضرتك بتحتفظ بصلاحيات الروت او بتحتفظ بصلاحيات الادمنستريتور، وكيتس هي مجموعة من البرامج بقدر من خلالها ان انا اتحكم في الماشين بتاعتي او الزومبي بتاعتي. الروت كيتس في منها نوعين، في ابلكيشن روت كيتس وعندي كيرنل روت كيتس. الابلكيشن روت كيتس هي من ابسط انواع الروت كيتس، وهي بتقدر تتحكم في بعض الابلكيشنز وتتحكم في بعض الاوامر زي ما احنا شايفين كده، زي ال ls او الفايند او du، فبتقدر ان هي ما تظهرلكش احجام الفولدرز واماكنها الصحيحة، وبتقدر كمان ان هي تخفي العمليات اللي بتتم في الباك جراوند، وتقدر ان هي ما تبينلكش الجزء اللي بيستخدمه من البروسيسورز، وكمان بتقدر تتحكم في البورتس، وتقدر انها تخفي البورتس المفتوحة وتظهر لك نتائج غلط. اما الكيرنل روت كيتس هي من اصعب انواع الروت كيتس، لانك بتحتاج في اغلب الاحيان لتغيير الاوبريتنج سيستم لو المكنة دي انفكتد بكيرنل روت كيتس. الكيرنل روت كيتس هو بيزرع نفسه في الكيرنل بتاعة الماشين عشان ما يفقدش صلاحيات الادمنستريتور، ويقدر يتحكم في الماشين كلها لان حضرتك على مستوى الكيرنل. وهنشوف واحنا شغالين ان في بعض الباك دورز وبعض التروجن بتقدر تستخدم الروت كيتس بحيث ان هي تحتفظ بصلاحيات الروت وتكون في وضع خفي، بحيث ان الادمنستريتور ما يحسش ان في تروجن او باك دورز على الماشين بتاعته. Understanding how to hide file. هنتعلم مع بعض ازاي حضرتك تقدر تخفي الفايلز بتاعتك. هنقدر نخفي الفايلز عن طريق attrib command، والattrib command هي بتقدر تتحكم في خصائص الفايل ومنها اقدر اعمل لها هايد، وعن طريق خاصية اسمها ال NTFS file streaming. لو هنشوف كده الattrib command، هروح على الماشين بتاعتي، انا عندي فولدر على السي اسمه دي، في تكست فايل اسمه 1، هخش على السيم دي، هخش على الباس بتاعي cdd، هبتدي اقولها trip plus h، واكتب اسم الفايل بتاعي 1.txt. لو رحت اشوف الفايل هلاقيه اختفى، وطبعا بنقدر نشوف الفايلز اللي معمول لها هايد عن طريق فولدر اوبشن شو هايدن فايلز اند فولدرز. ده الفايل بتاعي، هي بالظبط لو جيت عملت لها بروبرتيز وقلت له هايد من هنا كده. اوكي تمام. طيب عندي خاصيه اسمها NTFS stream، الخاصيه دي بتمكنني ان انا اقدر اخفي ملفات التكست، بس عندي شرط ان يكون البارتيشن اللي بعمل عليه الموضوع ده يكون NTFS format. طب تعالوا كده نشوف الموضوع ده بيتعمل ازاي. هكريت تكست فايل نوت باد، وهقول مثلا ده تيست دوت تكست. اوكي واعمل له سيف، هكتب نفس الامر نوت باد تيست دوت تكست نقطتين فوق بعض، وهسميه هايد دوت تكست، هقول له اوكي كرييت، هكتب فيه this is هايد فايل، ونقفل ونعمل سيف. لما اروح على مكان الفايل اللي انا عملت له كرييت هلاقي عندي تيست دوت تكست، هفتح هلاقي الداتا بتاعت this is test file. طب لو عايز اشوف الفايل اللي انا عملت له هايد عن طريق ال NTFS streaming، هروح اكتب في cmd نفس الامر بتاعي نوت باد تيست دوت تكست نوتين في بعض هايد دوت تكست، هيظهر لي الفايل بتاعي. اوكي كده، يبقى انا قدرت اخفي الفايلز بتاعتي عن طريق attrib command او عن طريق NTFS file streaming.
ولو حابين نعمل عملية هايد فولدر او فايل على اللينكس ماشين، هروح اوكي كده مثلا على الديسكتوب، هحاول اخفي الفولدر اللي اسمه كوبلت ستريك. هقول لحضرتك هنعمل له رينيم، كليك يمين تقول له رينيم او F2 من الكيبورد، وهتيجي في اول الاسم وهتدوس دوت وتدوس انتر. تقدر حضرتك تظهر الملفات المخفية وتخفيها عن طريق كنترول H زي ما احنا شايفين كده، ظهر كده اختفى. وتقدر من فيو هقول له شو هايدن فايلز، هي كنترول H. اوكي كده يا جماعه. Understanding Steganography Technologies. الاستيجنوجرافي تكنولوجيز هي عملية اخفاء فايلز بس بيبقوا اذر تايب، يعني ممكن اخفي ملف تكست جوه صورة، زي ما شفنا في ال NTFS streaming كنت بقدر اخفي ملف تكست جوه ملف تكست، او كنت عن طريق الاتريب كوماند اقدر ان انا اخفي ملف عن اليوزر العادي ما يقدرش يشوفه. لا، انا هنا في تكنيكال استيجنوجرافي انا هقدر اخفي فايل بنوع معين جوه فايل بنوع تاني. عندي برامج كتير على الانترنت بتقدر تقوم بالموضوع ده، كل تايب وليه الاستيجنوجرافي تولز بتاعته. يعني حضرتك لو فتحت جوجل وكتبت ايمج استيجنوجرافي تولز هتلاقي فيه تولز كتير بتقوم بالموضوع ده، والبرنامج اللي بتخفي بيه هو اللي بتروح تفك بيه. احنا هناخد تكنيك اقدر اطبقه على اي تايب، شرط ان يكون عندي الوين رار موجود بس عشان اقدر اعمل التكنيك ده. تعالوا نشوف كده الميزة في التكنيك ده، ان انا مش هستخدم اي تولز، هروح على السي ام دي، عامل فولدر على السي اسمه دي، هقول له داير، هلاقي عندي زيرو فايل زي ما احنا شايفين كده. هبتدي ان انا كاري التكست فايل واحد مثلا. اوكي، نقفل ونسيف. هروح اجيب صورة، هحطها في المكان بتاعي وهسميها 2 لتسهيل الكود. دي الداتا اللي انا عايز اخفيها، وده الصورة اللي هحط جواها الداتا. الداتا اللي انا عايز اخفيها مهما كان التايب بتاعها بروح اعملها كومبريس بالوين رار. اوكي كده. طيب هروح على السي ام دي، هقول له كوبي سلاش بي، لازم احط الصورة الاول. لو حطيت الرار فايلز الاول الصورة الخارجة مش هتشتغل، فهقول له 2 دوت جي بي جي بلس 1 دوت رار، طلعها لي 3 دوت جي بي جي. لقيت عندي فعلا فايل اسمه 3. هفتح الصورة بتاعتي، كليك يمين عليها بروبرتيز ما فيهاش اي حاجة خالص، حتى لما كليك يمين عليها ما فيش اكستراكت، كلها كومبريس اهي. تمام كده. عايز بس اوريكم حاجة قبل ما اوريكم ازاي نوصل للداتا. لو انا عكست هقول له كوبي وان دوت رار بلس تو دوت جي بي جي 4.jpg، هلاقي الصورة الرابعة مش هتشتغل. زي ما قلنا لازم في الكوماند بتاعي يكون الصورة هي الاول. طب اوريدي عملت سند للفايل ده عن طريق الايميلز او واتيفر، خدته عن اي طريق، عايز احصل على الداتا. هقول حاجة بمنتهى البساطة، هنروح لبرنامج الوين رار، هتشد الفايل بتاع حضرتك تحطه جوه، هتلاقي التكست فايل او اي اذر تايب، حضرتك هتاخده كده وتشغله تلاقيه شغال. اوكي كده. وزي ما قلنا طبعا لكل نوع في التولز بتاعتها، تقدر حضرتك تجربها سهله جدا وما فيهاش اي مشكله. البرنامج اللي هتعمل استيجنوجرافي بيه هو اللي هتفك بيه او تظهر بيه الفايلز اللي انت خفتها.
understanding how to cover your tracks and erase evidence، هنتعرف على ازاي حضرتك تمحو الأدلة وتخفي العمليات اللي تمت على الماشين بحيث ان ما يقدرش يعرف ان عمل لها هاكينج او ما يقدرش يوصل لحضرتك. الموضوع ده كبير ومحتاج اكسبيرينس عالية جدا، لان في انظمة كتير وانظمة مختلفة شغلها الاساسي ان هي تعمل ديتكت للي بيعمل هاكينج. احنا هنشوف بعض الحاجات اللي ممكن من خلالها ان انا اعمل اريز ايفيدنس او اعمل من خلالها كفر تراكس. لو جينا كده نشوف عملية الاريز ايفيدنس وهي ان انا امحو الادلة بتاعتي، هلاقي ان انا شيء طبيعي ان انا امسح اللوج فايلز اللي بتتسجل عليا. كل سيرفر حاجة بتخش عليه او كل ماشين بيبقى عندها ايفنت لوج بتقدر ان هي تسجل بعض الحاجات في الماشين دي. لو رحنا كده شفنا في ويندوز سيرفر 2008 مثلا، هلاقي عندي هنا event viewer، عندي هنا application logs، وعندي security logs زي ما احنا شايفين كده و system logs. فبحيث ان انا لما اعمل delete لللوجز دي، ففي الحالة دي الادمنستريتور مش هيقدر يوصل لاي انفورميشن او ميعرفش ايه اللي تم على الماشين دي من اول ويندوز 2008 و 2008 R2 2012 من اول فيستا 7 8. عندنا تولز اسمها ويفت يوتيل. ويفت يوتيل دي بقدر من خلالها ان انا اتحكم في اللوجز اللي على الماشين. انا هعمل كلير لكل اللوجز عن طريق التولز دي. هقول لحضرتك هتلاقي في سكريبت موجود على الدي في دي، هو مكون من التولز بتاعتي ويف ديوتل. لو جيت كده بصيت عليه، بس انا مكرر معظم الايفنت لوج اللي بتبقى موجودة على الماشين، لان واتيفر الباتش ده هيشتغل على 2008 او حتى على 7. كل اللي احنا هنعمله هنعمل له ران، نروح كده نبص على الايفنت فيور. زي ما احنا شايفين الابليكيشن بقى صفر. اوكي، لسه السكيورتي والسيستم، نعمل ريفريش، لسه ما وصل لهمش. زي ما احنا شايفين كده دلت السكيورتي والسيستم لوجز، وزي ما قلنا تقدر تطبق على ويندوز 7 او 8. اقدر كمان اعمل ديسيبل للاوديتنج بوليسي. انا عندي في بيئه الويندوز بقدر اعمل اوديتنج بوليسي من خلالها ان انا اعمل اوديت على حاجه معينه. انا عن طريق عندي تولز اسمها اوديت بول بقدر من خلالها ان انا اعمل اديت للبوليسي اوديت اللي موجوده على الماشين. انا هبتدي ان انا اعمل لها ريموف عشان ما تقدرش ان هي تعمل اوديتنج عليا وتسجل عليا لوج فايل. هستخدم التولز بتاعتي اللي هي اوديت بول سلاش ريموف مسافه سلاش اول يوزرز. شرط في التولز اللي اسمها ويف ديوتل او اوديت بول لازم اكون على مستوى الادمنستريتور عشان اقدر اطبق الكوماند دي او اشغل التولز دي. هنشوف كده لو رحت على ويندوز 2008 سي ام دي، successfully انا عملت ريموف لكل الاوديت بوليسي اللي على الماشين. اقدر كمان من استخدام البروكسي سيرفر او استخدم الفي بي ان كونكشن. البروكسي سيرفر احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل في الموديول بتاع السكاننج. بقدر ان انا اشتغل من على بروكسي سيرفر او في بي ان كونكشن بديل البروكسي سيرفر، عشان اللي يتسجل في اللوج مش انا، اللي يتسجل البروكسي سيرفر او الفي بي ان كونكشن.
واقدر كمان ان انا اشتغل من على في بي اس سيرفر، والفي بي اس هو اختصار فيرجوال برايفت سيرفر. ده عباره عن جهاز موجود على الانترنت بتقدر تكونكت عليه عن طريق الريموت اكسس لو ويندوز او الاس اس اتش لو لينكس، واقدر اشتغل من عليه عادي خالص مفيش مشكله. هنشتغل من عليه في الموديول بتاع التروجن، وهنشوف ازاي انا بشتغل من على في بي اس سيرفر واقدر ان انا اعمل تروجن واشغل كمان الليسنر عليه واعمل ريفرس كونكشن. هنتعرف على الكلام ده بالتفصيل في الموديول بتاع التروجن.